برج صالح الامين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الاوسط وعضو الامانه العامه ومقرر لجنه الطوارئ لبيت العائله المصريه. مساء الخير يا استاذ جرجس. استاذ جرجس، استاذ جرجس معانا؟ اهلا وسهلا، اهلا بيك. مساء الخير، ازيك يا استاذ جرجس؟ بس سامح لو بس الصوت يعلى سنه. الو، ايوه استاذ جرجس، انا سامعك كويس. تمام، اهلا بيك يا استاذ جرجس. اهلا وسهلا، زي أهلا. الفل. الله يخليك، اهلا بيك يا استاذ جرجس. في الحقيقه انتوا بتبذلوا جهد كبير طبعا، وانا متابع نشاط حضرتك يعني ومجلس الكنائس وبيت العيله. الحقيقه يعني احب اعرف يعني قراءه حضرتك للي حصل في قريه كفر درويش يا استاذ جرجس، كيف ترى ما حدث؟ احنا يعني نشكر ربنا الاول ان الاسر رجعت الى بيوتها، وده تم يعني نتيجة جهد، مش عايز أذكر أسماء، إنما ما بين نيافة الأنبا استفانوس وأبونا غبريال المقرر بيت العيلة اللي كان بيتكلم معاك، وأبونا عطور كاهن البلد، وما بين السيد المحافظ. طبعا أمر مؤسف، ولكن أنا يمكن بختلف عن كل اللي اتكلموا. أنا بحس إن التوقيت هنا لإرشاد زيارة السيد الرئيس لألمانيا. ألو، ايوه اتفضل يا استاذ جرجس. انا ببص الامور ان في ناس لا تريد ان مصر تتقدم للامام، بتضايق لما بيحسوا ان الشعب المصري مسلمين ومسيحيين متكاتفين من اجل بناء مصر زي ما خرجوا في 30/6 مع بعض. بيتضايقوا ان هم يشوفوا كلمه السيد الرئيس انا مش عاوز كده او كده، انما انا عاوز مصري بتتحقق على ارض الواقع. نعم. والمنطقة دي سواء اللي حصل فيها يعني من بني سويف أو المنيا، تجد أن ظواهر الفتنة متكررة في السنوات الماضية. دي يعني نقطة مركزية، ولذلك احنا إن شاء الله يعني في ترتيب، وده بيأكد عليه قداسة البابا تواضروس وفضيلة الإمام الأكبر، بالتركيز على العمل في المنيا سواء على مستوى الشباب سواء على مستوى الأسرة، مش في المنيا كعاصمة إنما المنيا كمحافظة، وطبعا بني سويف. نشكر ربنا إن إحنا لينا في بيبة بيت عائلة تابع الأحداث، وأنا كنت على اتصال أكثر من مرة في اليوم، على اتصال بأمين بيت العيلة، على اتصال بكاهن البلد، والدكتور محمد جميع منسق بيت العيلة خليته يتصل بيهم ويعرف الظروف، ونجري الاتصالات هنا وعلى المستوى الامني. امبارح بالامس كان في اتصال، مش عاوز اذكر اسماء او تفاصيل، لان انا بتالم لما بتقال كلمه تهجير. نعم. الجميع هم ابناء هذا الوطن، وكما ان هم ليهم حقوق عليهم واجبات بيؤدوها. نعم. وزي ما قلت ان هو الشخص الببارية حتى تثبت ادانته. والنهاردة الميديا واضح، حد يرمي صورة على صفحة حد أو حاجة، أنا لا أدافع. المخطئ طبعا لابد أن هو يكون الجزاء حسب القانون، لكن النقطة هي أن في ناس بتحاول أن هي تسخن الجو بدل ما تهدي، تسخن الجو. ولذلك يمكن الدور بتاع بيت العيلة واللي في الفترة المقبلة مفروض يكون في المنطقة دي بالذات إن شاء الله نتعمله، ترسيخ مبادئ العيش المشترك، قبول الآخر، المحبة، السلام. يعني المسيحية والإسلام بينادوا بهذه المبادئ، وديا الشعب المصري الأصيل هذه المبادئ هي اللي احنا كلنا طلعنا وشفنا العلاقات والمحبة اللي ما بين المسلمين والمسيحيين. كلنا بنشعر ان احنا مصريين. هو في أي حرب من الحروب حد كان بيشعر ان لما يموت ويمر على في 73 أو 67 ده اللي دافع عن الوطن المسلم ولا مسيحي؟ احنا محتاجين الى عودة هذه الروح المواطنة، ان الكل يشعر انه مصري ويتعامل مع الاخر على انه مصري، مش مفروض ان احنا ننظر الى عملية الاديان. وطبعا يعني احنا تابعنا الموضوع زي ما بقول، مش عايز ادخل في التفاصيل، لكن كما يحدث دائما كلجنة للطوارئ ان احنا بنتابع، ولما بنوصل
الحل ده بيكون بنشكر ربنا عليه، لكن مش يتوقف عند هذا. انت ذكرت مع الدكتورة ماجدة موضوع هل في تقرير تقصي حقائق، كل ده طبعا بيتم ولكن بيتم بهدوء. انا بس اللي بطلبه من الاعلام، وانت راجل استاذ كبير في الاعلام، الله يخليك، يعني بلاش الشو الاعلامي والفرقعات الصحفية الشديدة اللي هي بتثير الناس. يعني نحاول ان احنا نتكاتف معا، بيت عيلة، الكنيسة، الازهر، الاعلام، الكل يسعى من اجل التهدئة. هو استاذ جرجس، بس هستاذنك، هو الازمة الاخيرة دي الاعلام ما كانش له يد فيها في الحقيقة. هي الأزمة عواملها كاملة داخل القرية، شباب. معلش بس بعد ما حصلت، فيما احنا بنعالج وان الناس يرجعوا، كان في ناس بتهيج، ناس تطلع تتكلم، تطلع بتصريحات، وده بيدين وده بيشكك وده يقول لك نعمل بيان. لا قيمة النهاردة بيان، احنا عايزين الحل العملي. الفرحة مش ان انا اعمل بيان من بيت العيلة زي ما بعضها، انما الفرحة اني اشوف الناس دول بيرجعوا. انا لما ابونا ناطور قال لي كانوا تركوا يعني من اجل التهدئة، لكن قال لي الحكماء من اخواتنا المسلمين بيقولوا ما ينفعش كده ولابد ان الاسر دي ترجع. هذا الكلام من حوالي 3 ايام. وبدأنا نمشي خطوة خطوة، بس لقيت الاعلام هيدخل في الخط. يعني مش عايز اذكر اي اسماء. هي بس هقول لك يا استاذ جرس، هي الازمة دي في الاساس هي ازمة فيسبوكية اساسا. يعني هي الازمة صنعها وسيلة إعلامية مستحدثة هي الفيسبوك. الفيسبوك ده ما كانش موجود من 3-4 سنين. وما بعد ما الناس هي ليست أزمة صحفية ولا أزمة فضائية، ده أزمة فيسبوكية. بس يا أستاذ سامح، نعم، الإعلام يستطيع أنه يهدي ويستطيع أن هو يسير. نعم صح. نعم بس هو الإعلام إحنا ماشيين في الحل والناس هترجع. ابتدينا نبص أن في نوع ليه التوقيت بتاع الزيارة. أنا راجل بحلل، يعني لما اكون ماسك لجنة زي دي او كنت قبل كده في مجلس كنسي، يعني مش مفروض الحدث يعدي الا لما حل الحدث ايه الهدف منه. فهذا التوقيت او في تأويتات حاجات تانية حدثت اثناء سفرات السيد الرئيس، يعني احس انه نوع من اجهاض المشروع المصري من اجل ان البلد دي تقوم مرة تانية. نعم ده تحليل. لذلك نعم الحمد لله ان يعني ربنا كان واقف معنا اقوى من اي حد. انا مش بتهم الاعلام، انت عارف انا شخصيا يعني بحترم الاعلام، وكنت رئيس تحرير اكتر من مجله في لبنان وقت ما كنت امين عام. لكن بقول ان الدور فيما احنا ماشيين، وبص يا ربي احنا عايزين الناس يرجعوا في هدوء وتسود المحبه. ولما اسمع ان الحكماء من اخواتنا المسلمين هم اللي عاوزينهم يرجعوا، ده شيء كويس. يبقى اذا هم راجعين بكرامه. انت حضرتك فاهم اللي اقصده؟ نعم. مش نعم. انا بالعافيه بكرامه، يعني شعروا ان لا دول معانا سنين طويله، راجل فوق ال 75 وزوجته والعائله الثانيه، رجعوا بكرامه. انما الاقي حد يعمل برنامج ولا حد في جريده ولا، طب كسبنا ايه؟ احنا عاوزين نبني مصر. نعم هو نشكر ربنا على مستوى القيادات والعلاقه ما بين نعم هو سجلس. نعم اتفضل. وبيرسخوها عن طريق نجاح العمل في بيت العيله ومتابعته فوق الممتاز. عايزين نعم. نوصل للجراس روت، نوصل ل يعني على مستوى الكره زي ما سعادتك بتقول، وتتغرس هذه المبادئ ونشوف قد ايه برنامج زي برنامج الخطاب الديني لما بيجتمع 35 كاهن و35 من شيوخ المسلمين. الناس لما بيشوفوهم في الاول يقول لك الله هو ده فيلم، لا يقول لك هي دي مصر. لما بيشوفوهم بينتقلوا من مكان لمكان اثناء اللقاءات دي بتعقد 4 مرات في السنه. فالحمد لله يعني ان الازمه عدت، وطبعا لابد من المتابعه. نعم. طب استاذ جرجس انا ليا سؤالين عند حضرتك. السؤال الاول هو بحسب الاخبار اللي احنا يعني تابعناها حالا دلوقتي واحنا مع بعض على الهواء، ان بالفعل تم احتواء الازمه، وان كان في جلسه صلح عرفيه يعني كانت برعايه المستشار محمد سليم محافظ بني سويف. انا بس كلمه عرفيه بحطها بين قوسين. ايوه ما انا ما هو صلح، بلاش كلمه عرفيه، لان الناس بيفتكروا ان بيت العيله هو بتاع الجلسات العرفيه. جلسه صلح، هو مش الاخوات لما بيتخانقوا بيصلحوا يا استاذ سامح؟ ايوه انا فاهم، بس اين العرفيه دي بتتعبني انا. هو بس السؤال يا استاذ جرجس، اين بس ادوات انفاذ القانون؟ يعني في النهارده نفسي ان الناس لما يكون في صلح
ما يجيبوش كلمة عرفية. في صلح معناه ان انا برجع المحبة، المية بترجع تجري في المجرى بتاعها. يعني حضرتك لا تعتبر ان هذه جلسة عرفية؟ انا بعتبرها جلسة صلح. جلسة صلح طب... زي ما تسموها. نعم طب جلسة مصالحة، جلسة سلام، جلسة محبة. تمام، لكن يعني حضرتك لا ترى ان ادوات انفاذ القانون في الدولة كان يجب ان يكون لها دور في هذه المسألة؟ طيب هندخل في انفاذ القانون، يقول لي هات لي الشخص، طب الشخص في الاردن، طب حصل ما حصلش، هل الوقت يعني هيسعفنا في الحاجات دي ولا نهدي الجو ونبتدي نشوف كيفية معالجة وكيفية هذه المشكلة وتهدئة الناس وشرح الأمور بطريقة هادية ليهم؟ يا جماعة الرجل ده ما يعرفش، يعني زي كما يوصف، وطبعا أنا مش بدافع حد، ما يعرفش وحاجة جت على الموقع وإلى آخره. تمام، طيب هنا سؤال تاني يا أستاذ جرجس، عايز أسأل حضرتك. بالك إن أنت هتحط دي هيحط لك قدامها دي. نعم. اتفضل. السؤال بس عايز أسأل حضرتك، يعني أنا متفاهم طبعا يعني حرص بيت العيلة وحرص حضرتك وحرص كل المعنيين بهذه المسألة. المعنيين باحتواء ان يكون في احتواء سريع وان يكون في اعاده المياه لمجاريها ويكون في احتواء ما بين دول اثنين اخوات. صحيح. يعني اثنين اخوات، لكن يعني السؤال ما الذي يضمن عدم تكرار مثل هذا السيناريو لاحقا في اي مكان اخر؟ خصوصا دي مش اول مره. وجود المحبه وضبط الخطاب الديني ويمكن ترسيخ المبادئ والقيم المشتركه المساحه اللي بين الاسلام والمسيحيه، ده الشيء اللي بيشتغل ويركز عليه بيت العيله في كل البرامج. وضبط الخطاب الديني ده انا قلت لك في لجنه الخطاب الديني. نعم. لكن ممكن حاجه تحصل فجاه، ربنا هو اللي يعلم، انا لا اعلم شيء عن المستقبل. نعم. ربنا ما يسمحش، يعني ده اللي انا اقدر اقوله. ان شاء الله ربنا يسمحش، بس احنا بنشتغل على المستوى. نعم. مثلا اذا كان في حاجه ادي لجنه زي الخطاب الديني، ضبط الخطاب الديني. إذا كان في ما بين الشباب الاحتقان بنحاول نعمل لقاءات، كنا لسه في الإسماعيلية وفي بورسعيد لقاءات مشتركة لدول، بنتكلم على دور الشباب في بناء مصر. لاحظ إن إحنا بنحط مصر الهدف طبعا في أي برنامج. في لجنة الثقافة الأسرية اتكلمنا برضو أيضا كيف إن الأسرة عن طريق أبنائها تخدم مصر وهكذا. فبنسعى على هذه المحاور. نعم. عموما احنا بنشكر الاستاذ جرجس صالح الامين العام الفاخري لمجلس كنائس الشرق الاوسط وعضو الامانه العامه ومقرر لجنه الطوارئ لبيت العائله المصريه، الحقيقه كان معانا مداخلات